ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو هيعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب كمان للقناه وفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي هعملها ان شاء الله. الفيديو النهارده ريفيو عن غسول المنطقه الحساسه. الفيديو ده خاص بالبنات، تمام؟ انا قايله من البدايه اهو لماركه فريش دايز. انا كنت عامله فيديو من فتره وكنت عامله ريفيو عن كير فري، وكنت قايله ان هو حلو وكان ممتاز جدا معايا. ولما خلص قررت ان انا اجيب نوع تاني، يعني كنوع من انواع التغيير عشان اشوف انا الافضل واستمر عليه، او على الاقل يبقى هو استخدام امثل ليا ان انا هبقى بجيبه باستمرار اغير، بس هو ده اللي هبقى ثابت عليه. فكنت بتمشى في الدانوب ولقيت فريش دايز كان بصراحه عليه عرض، فساعتها قلت اجربه، كان 23 ريال. لما جبته وجربته بصراحه ممتاز جدا 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 جدا. ولما شفت ريفيوهات لدكاتره صيدلانيين لقيتهم بيتكلموا عليه ان هو من انواع الغسول الحلوه والممتازه. انا ما بقاليش كتير بستخدمه، لان زي ما انتم شايفين الكميه اللي انا مستخدماها مش كتيره، يعني يمكن بقالي اسبوع او اسبوعين. بما ان هو تقيل قوي فانا ما باخدش منه حته صغيره، لان هو بينظف كويس من حته صغيره، فمش هحتاج ان انا اهدر منه واخد كميه. اصلا العبوه صغيره بس ما بتحتاجيش ان انت تاخدي كتير. تقدري تستخدميه مره الصبح ومره بالليل، يعني ده استخدام يومي، بس لو عايزه تستخدميه مرتين عادي. الحلو اللي فيه ان هو في بخلاصه الالوفيرا، وكمان فيه كاموميل، ريحته حلوه جدا 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 جدا. ريحته بالظبط عامله زي ريحه الورد البلدي ده، اللي هو الورد الاحمر. ريحته حلوه قوي، ما بيسببش اي حساسيه ولا بيسبب جفاف للمنطقه ولا بيعمل اي حكه او تهيج في البشره ولا اي حاجه. انا لو صراحه هيقارنوني ما بينه وما بين كير فري، مع ان كير فري انا استخدمته وقلت عليه برضو ان هو ممتاز جدا، بس ده بالنسبه لي احسن من كير فري. اقدر استخدم الاثنين بس لو هقول على حاجه مفضله فهو بالنسبه لي هيبقى فريش دايز. انصح اي حد بصراحه ان هو عايز يجيب نوع غسول يكون كويس ان هو يجيب فريش دايز، ممتاز جدا جدا جدا. وده عن تجربه، زي ما قلت لكم انا ما بقاليش كتير بستخدمه، بس الحبه اللي استخدمته فيها بصراحه ريحني انا نفسيا يعني، وكمان عشان ريحته حلوه فكمان انصحكم بيه جدا. وبس، شكرا، باي باي.